اعلنت هيئه تنظيم سوق العمل عن بدء تسجيل العماله الوافده من خلال مراكز تسجيل العماله المعتمده اعتبارا من اليوم ويهدف هذا الاجراء لتصحيح الوضع القانوني للعماله على اثر الغاء تصريح العمل المرن واشارت الهيئه الى ان تسجيل العماله الوافده يمثل انطلاقه جديده ومرحله متقدمه من التعاون بين القطاعين العام والخاص وذلك لمعالجه الممارسات غير القانونيه في سوق العمل والتي تؤثر على استقرار وتنافسيه بيئه العمل